السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة يا أولاد على موعد مع درس جديد بعنوان المجرد والمزيد من الأفعال. بعنوان ايه؟ المجرد والمزيد من الأفعال. طب يا أولاد عايزين نستعرض احنا هنقول ايه النهاردة. أول حاجة الفعل المجرد يعني ايه فعل مجرد، وهنقول أنواعه. بعد كده هنقول يعني ايه فعل مزيد ونقول أنواعه. بعد كده ناخد تدريبات على الفعل المجرد والفعل المزيد وأنواعه. يبدأ أول حاجة يا أولاد بالفعل المجرد. إيه هو الفعل المجرد ده يا مستر؟ الفعل المجرد ده بيقول لك هو ما كانت حروفه أصلية ولا يمكن الاستغناء عن حرف منه. يعني سيادتك الحروف بتاع الفعل ده لا يمكن تستغنى عن أي حرف منها، لا يمكن تستغنى عن أي حرف إيه؟ منها. طب تعالى ناخد أنواع الفعل المجرد. بيقول إن الفعل المجرد دي ليه نوعين، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. يعني ايه يا اولاد مجرد ثلاثي؟ مجرد ثلاثي يعني عدد احرفه ثلاثة، او عدد احرفه الاصلية ثلاثة. عدد حروفه الاصلية كام؟ ثلاثة. طب يا مستر انا ازاي اعرف ان الفعل ده مجرد ولا مزيد؟ هرد عليك واقول لك اهو، لو عايز تعرف اصل الفعل رده الى الماضي. رده الى ايه؟ الماضي. رده الى ايه؟ الماضي. وتعالى نستعرض الفعل المجرد الثلاثي وانواعه. كتب، ينفع نستغنى عن اي حرف من حروفه؟ ينفع تستغنى عن الكاف؟ لا. ينفع تستغنى عن التاء؟ لا. ينفع تستغنى عن الباء؟ برضو لا. يبقى ده اسمه فعل ايه؟ مجرد. مجرد ثلاثي ولا رباعي؟ على حسب عدد احرفه. كتب مكون من ثلاثه احرف. مكون من كام حرف؟ ثلاثه احرف. اتفقنا كده؟ ماشي. طب تعالى نشوف الفعل اللي بعده. يفهم. يفهم احنا قلنا عشان نعرف اصل الفعل ده لازم بجيب الفعل الماضي بتاعه. يفهم الماضي بتاعه ايه؟ فهم. الماضي بتاعه ايه؟ فهم. هتقول لي يا مستر ان الفعل ده مزيد علشان ينفع استغنى عن الياء. اقول لك لا، خد بالك حروف المضارعه وتاء التانيث والضمائر ليست من حروف الزيادة. خد بالك يعني أي حرف من حروف المضارعة اللي هي مجمعة في كلمة أنايتو أو تاء التأنيث أو أي ضمير متصل أوعى تعتبره من حروف الزيادة. طب والدليل على كده؟ الفعل اللي عندنا أهو، الفعل التالت يشربون. يشربون عايز أجيب الفعل الماضي بتاعه، أقول إيه؟ شارب. أقول إيه؟ شارب. طب يا مستر الياء دي ايه؟ هقول لك ما الياء دي حرف المضارعه وقلنا ما تعتبرش من حروف الزياده. والواو دي يا مستر مش قلنا ده الضمير ما يعتبرش من ضمن ايه؟ حروف الزياده. الواو والنون مع بعض يبقى بقى لي كلمتين شاربه. طب شاربه ده كم حرف؟ شاربه ثلاثه احرف. يبقى ده اسمه مجرد ثلاثي. اسمه مجرد ايه؟ ثلاثي. اتفقنا كده يا اولاد؟ يبقى انا عندي المجرد ليه نوعين، مجرد ثلاثي. يعني ايه مجرد ثلاثي؟ يعني بعد ما ارده الى الماضي هلاقيه ثلاثه احرف. هلاقيه كم حرف؟ ثلاثه احرف. طب تعالى نتعرف على النوع الثاني من المجرد، هو المجرد الرباعي. رباعي يعني مكون من اربعه احرف اصليه. اصليه يعني لا يمكن الاستغناء عنها. اول فعل عندي وسوسه. ينفع تشيل حرف من حروفه؟ لا. يبقى ده عد كده كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى ده اسمه مجرد رباعي. مجرد ايه؟ رباعي. طب تعالى نشوف الفعل اللي بعده. دحرجت. دحرجة. أجيب الماضي بتاعه دحرجة. طب والتاء دي؟ أقول لك ما احنا قلنا إن تاء التأنيث ليست من حروف ايه؟ الزيادة. يبقى دحرجة ينفع تستغنى عن حرف من حروفه؟ دحرجة. لا. يبقى ده مجرد رباعي. مجرد ايه؟ رباعي. بعد كده عندي اخر فعل في المجرد الرباعي وهو يبعثرون. وهو ايه؟ يبعثرون. طبعا حرف المضارع ده قلنا ليس من حروف الزياده، والضمير ليس من حروف الزياده. هيتبقى لي كلمتين بعثر. هيتبقى لي كلمتين بعثر. لو عديتهم على ايدك هتلاقيهم اربع احرف. يبقى ده اسمه مجرد رباعي. اسمه مجرد ايه؟ رباعي. يبقى انا كده يا اولاد المجرد عندي ليه نوعين، ثلاثي ورباعي. ثلاثي يعني مكون من ثلاثه احرف لا يمكن الاستغناء عن حرف منها، ورباعي يعني مكون من اربعه احرف لا يمكن الاستغناء عن حرف منها. طب ما حد ممكن يجي يقول لي يا مستر يبعثرون انا ينفع اشيل الباء واقول عثر؟ اقول لك بعثره معناها وزع او فرقه، لكن عثره معناها ايه؟ وجد. يبقى غير المعنى خالص. غير المعنى ايه؟
خالص. طالما اتغير المعنى خالص يا اولاد يبقى ده فعل مجرد، يبقى فعل ايه؟ مجرد. اتفقنا كده يا اولاد؟ يبقى الفعل المجرد زي ما اتفقنا ثلاثي ورباعي، وقلنا ثلاثه ثلاثي بناء على عدد احرفه، انه ثلاثه بعد ما اعرف اصله، ورباعي بعد ما اعرف اصله وهو مكون من اربعه احرف. اتفقنا كده يا اولاد؟ تعال نشوف الفعل المزيد. يعني ايه اصلا الفعل المزيد ده؟ بيقول لك ان الفعل المزيد ده هو ما كانت احد احرفه زياده، هو ما كانت احد احرفه ايه؟ زياده. طب تعالى المزيد ليه نفس انواع المجرد، مزيد ثلاثي ومزيد رباعي، مزيد ثلاثي ومزيد ايه؟ رباعي. بيقول لك ان المزيد الثلاثي ده ممكن يكون مزيد بحرف، ممكن يكون مزيد بحرفين، ممكن يكون مزيد بثلاثه احرف. طب والرباعي مزيد بحرف ومزيد بحرفين. هتقول لي ليه يا مستر ليه ما قلتش في الرباعي مزيد بثلاثه احرف؟ هقول لك ان احنا عندنا اقصى عدد من الحروف للفعل هو سته احرف، واقل عدد ثلاثه احرف. ثلاثه ايه؟ احرف. تعال نرجع للمزيد الثلاثي بحرف. علم، خلي بالك اللام دي عليها ايه؟ شد، عليها ايه؟ شده. اصل الفعل ايه؟ علم. انا قلت عشان اعرف اصله برده للماضي، علم. يبقى ده مزيد بايه؟ بالتضعيف، يعني مزيد بحرف واحد. مزيد بايه؟ بحرف واحد. قاتل، هات الماضي منه هتلاقيه قاتل، هتلاقيه قاتل. مزيد بايه؟ بحرف واحد اللي هو حرف الالف، اللي هو حرف ايه يا اولاد؟ الالف. احسنت. اقام، الفعل ده مجرد ولا مزيد؟ قلنا لازم نجيب الماضي بتاعه، الماضي بتاعه قام، يبقى مزيد بحرف الالف او مزيد بالهمزه. مزيد بايه؟ بالهمزه. اتفقنا كده يا اولاد؟ يبقى هو ده الفعل الثلاثي المزيد بحرف، على حسب احرف الزياده هتقول مزيد بحرف او بحرفين او بثلاثه. تعالى نبص على الامثله الخاصه بالثلاثي المزيد بحرفين. انطلق، انطلق. اصل الفعل ايه؟ طلق. اصل الفعل يا اولاد؟ طلق. طب ايه الزياده؟ الالف والنون. يبقى ده ثلاثي مزيد بكم حرف؟ الالف والنون، يبقى حرفين. اتفقنا كده؟ احسنت. هنشوف المثال اللي بعدين. اجتمع، اصل الفعل ايه؟ جمع. طب فين حروف الزياده؟ التاء والالف. التاء وايه يا اولاد؟ والالف. يبقى ده اسمه ثلاثي مزيد بحرفين. تعال نشوف اللي بعدها. احمر، خلي بالك الفعل الماضي بتاعه ايه؟ حمر. الفعل بتاعه ايه؟ حمر. ماشي. طب ايه هي حروف الزياده؟ الالف والتضعيف. الالف وايه؟ والتضعيف. مش كده؟ تعلم، الماضي بتاعه ايه؟ علم. الماضي بتاعه ايه؟ علم. المزيد هنا التاء والتضعيف. التاء وايه؟ والتضعيف. احسنتم. طب تعالى كده نشوف الثلاثي المزيد بثلاثه احرف. بص يا اولاد، الثلاثي المزيد بثلاثه احرف لازم تلاقيه في الغالب بادئ بالمقطع است، بادئ بالمقطع ايه؟ است. زي استخدم، الماضي بتاعه ايه؟ خدم. كم حرف خدم؟ واحد اثنين ثلاثه. وعليهم كم حرف زياده؟ واحد اثنين ثلاثه. يبقى ده ثلاثي مزيد بثلاثه احرف، في الغالب هتلاقيها على وزن استفعل، على وزن ايه؟ استفعل. زي استعمل، الماضي بتاعها ايه؟ عمل. المقطع الزياده است. استسلم، الماضي بتاعها ايه؟ سلم. الزياده المقطع است، اللي هو ثلاثي مزيد بثلاثه احرف. ثلاثي مزيد بثلاثه ايه؟ احرف. احسنتم. يبقى انا فهمت يعني ايه ثلاثي؟ يعني عدد احرفه ثلاثة. بعد ما اجيب الاصل بتاعه، وقلنا اجيب الاصل بتاعه عن طريق رده الى الماضي، لو لقيت فيه زياده حرف يبقى ده مزيد ثلاثي بحرف، او ثلاثي مزيد بحرف. طب لو لقيته زياده حرفين هتقول ثلاثي مزيد بحرفين. طب لو لقيته بثلاثه احرف هتقول ايه؟ ثلاثي مزيد بثلاثه احرف. اتفقنا كده يا اولاد؟ ماشي. تعالى نشوف الرباعي. عندي الرباعي مزيد بحرف ومزيد بحرفين. تدحرجت، طبعا احنا قلنا ان تاء التانيث دي ليست من حروف ايه؟ الزياده. اصل الفعل ايه؟ دحرج. يبقى ايه الزياده هنا؟ التاء. طب دحرجه ده كام حرف؟ رباعي. مزيد بكم حرف؟ بحرف واحد.
يبقى ده اسمه ايه؟ رباعي مزيد بحرف. رباعي مزيد بايه؟ بحرف. تعال نشوف المثال اللي بعده، تغلغل. اصل الفعل ايه؟ غلغل. تفن حرف الزياده التاء، يبقى ده اسمه رباعي مزيد بحرف واحد. تطمأن. فين حروف الزياده هنا؟ المفروض الفعل اصله طمأن، الفعل اصله ايه؟ طمأن. يبقى هنا الزياده فين؟ في التضعيف. فين؟ في التضعيف. يبقى ده لو جيت عديت عدد احرفه هتلاقيه اربعه، مزيد بحرف. مزيد بايه؟ بحرف، اللي هو التضعيف. اتفقنا كده يا اولاد؟ تعال نشوف الرباعي المزيد بحرفين، يعني اربع احرف لما ترده الى الماضي وتلاقي زياده عليه حرفين. تعال نشوف الفعل الاول بتاعنا اسمه اطمأن. قلنا الماضي بتاعه لسه قايلين اسمه ايه؟ طمأن. اسمه ايه؟ طمأن. يبقى حرف الزياده الالف والشد او التضعيف، الشد او ايه؟ التضعيف. اتفقنا كده يا اولاد؟ طب اقشعر، الماضي بتاعه قشعر. الماضي بتاعه ايه؟ قشعر. المزيد بالالف والتضعيف، يبقى ده رباعي مزيد بحرفين. يبقى ده رباعي يا اولاد مزيد بايه؟ بحرفين. يبقى لما نيجي يا اولاد نعمل مراجعه سريعه، المجرد هو ما كانت كل احرفه اصليه، هو ما كان كل احرفه ايه؟ اصليه، ولا يمكن استغناء عن حرف واحد منه. وعندي مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. قلنا ثلاثي يعني عدد احرفه بعد ما اعرف اصله ثلاثه احرف، ورباعي يعني بعد ما ارده الى الاصل اللي هي اربع احرف. اتفقنا كده يا اولاد؟ وقلنا المزيد هو ما كانت احد احرفه زياده اي يمكن الاستغناء عنها. وبيقول ان المزيد زي المجرد انواعه ثلاثي ورباعي، والثلاثي ليه ثلاثه انواع، ثلاثي مزيد بحرف او مزيد بحرفين او مزيد بثلاثه احرف، وليه الرباعي مزيد بحرف ومزيد بحرفين. اتفقنا كده يا اولاد؟ تعالى نشوف، خلي بالك من الملحوظه اللي انا قلتها، اقل فعل ثلاثه احرف، يعني مش هتلاقي فعل حرفين، مش هتلاقي فعل سبعه احرف، لا، اقل فعل عندي ثلاثه احرف، واعلى فعل او اكبر فعل سته احرف. اتفقنا كده يا اولاد؟ تعال نشوف تدريب هنحله مع بعض ان شاء الله. بين فيما ياتي الفعل المجرد ونوعه، والفعل المزيد وحروف الزياده. والليل اذا عسعس. فين يا اولاد الفعل هنا؟ عسعس. ينفع تستغنى عن حرف من حروفه؟ لا، يبقى ده فعل ايه؟ مجرد. طب مجرد ثلاثي ولا رباعي؟ هنعد حروف 1 2 3 4، يبقى ده مجرد رباعي، يبقى ده مجرد ايه؟ رباعي. ماشي. والصبح اذا تنفس. فين يا اولاد الفعل هنا؟ تنفس. طب ده مجرد ولا مزيد؟ هجيب الماضي بتاعه، هلاقي انه مزيد بالتاء. مزيد بايه؟ بالتاء. يبقى ده ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بايه؟ بحرف. اتفقنا كده يا اولاد؟ اما باقي الامثله انا هسيبها لكم عشان تبقى تحلوها مع نفسكم، تحلوها معايا مع نفسكم. اتفقنا كده يا اولاد؟ اتمنى ان يكون شرحي اوجز وان انت تكون فهمت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.